ازاي تربح اكتر من 16 دولار من التسويق بالعمولة باستخدام ترافيك مجاني 100% بدون موقع الكتروني، وكمان بتستهدف جمهور من الولايات المتحدة الامريكية، وكل ده بخطوات سهلة وبسيطة تناسب كل المبتدئين. لو عايز تعرف كامل التفاصيل تابع الفيديو للنهاية. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اتعلم دوت نت ودرس جديد من دروس العمل والربح من الانترنت. والنهاردة معانا طريقة جديدة واستراتيجية جديدة تناسب كل مبتدئ، محتاجين بس ان انت تركز وتفهم وتبدأ تطبق وننتظر النتائج مع بعض. بس قبل ما نبدأ في الشرح اوعى تبخل عليا باللايك، لايك مجاني والله ولا يضر بالصحة، واكيد اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل اول علشان توصلك كل فيديوهاتنا وكل ما يخص العمل والربح من الانترنت. وندخل في الشرح مباشرة. اول خطوة معانا النهاردة في الشرح وهي اختيار المنصة التسويقية اللي احنا هنشتغل عليها. يعني ايه منصة تسويقية؟ يعني موقع زي كليك بانك، ديجي ستور، جي فيزو، ورير بلس. اي موقع من المواقع دي تعتبر من افضل المواقع على الاطلاق للربح من التسويق بالعمولة. سامعك يا اللي بتقول في مشكلة في التسجيل في كليك بانك في الدول العربية، علشان كده انا جبت لك بدائل كليك بانك اللي هي ديجي ستور وجي فيزو ورير بلس. اي موقع من المواقع دي تقدر تسجل فيها بطريقة مجانية وسهلة. انا شرحت طبعا كل التفاصيل دي فوق في حرف الاي، ممكن تلاقيها في صندوق الوصف. خلاص احنا اخترنا الموقع اللي احنا هنشتغل عليه، ايا كان بقى كليك بانك او ديجي ستور او جي فيزو او ورير بلس، ايا كان الموقع بتبدا تسجل فيه مجاني. يوزر نيم، بريد الكتروني، باسورد، عيد كتابه الباسورد، توافق على شروط الاحكام، كونتينيو، وبعد كده تتبع خطوات التسجيل زي ما انا شارح في فيديوهات سابقه. خلاص سجلنا في ديجي ستور 24. اول حاجة بنعملها بنروح على الماركت بليس ونختار الاوفرات او البرامج اللي احنا هنشتغل عليها. لكن هنا لازم نقف وقفة مع بعض. انت هتستهدف الجمهور الاجنبي اللي هو الولايات المتحدة الامريكية، زي ما شفنا في مقدمة الفيديو، موقع عليه ترافيك يتخطى السبعة او الثمانية مليون زيارة شهريا باستهداف من الولايات المتحدة الامريكية. فلازم نستهدف منتج يكون ليه رواج في الدول الأجنبية. زي ايه؟ زي منتجات التخسيس او منتجات الدايت، ودي اشهر منتجات بيتم الطلب عليها كتير جدا في الدول الأجنبية. مثال بقى ناخد هنا للشرح، بنختار هنا الديجيتال برودكت، وبعد كده بنختار الهيلث اند فيتنس، اختار منتجات ليها علاقة بالصحة البدنية والتخسيس. بتبدأ بقى تختار اي منتج من المنتجات دي، وليكن مثلا نختار منتج من منتجات الكيتو دايت اللي هي مشهورة جدا ولها رواج دلوقتي في الدول الاجنبية للتخسيس، وليكن ده المنتج. بضغط هنا على كابي برومو لينك، تمام، علشان ابدأ اخد هنا رابط الافليت بتاعي كابي برومو لينك. وهنا زي ما احنا شايفين تم نسخ الرابط، ده الرابط اللي احنا هنشتغل عليه، وهو ده الرابط اللي احنا هنسوق له. نروح بقى مباشرة على المنصة اللي احنا هنشتغل عليها وهنسوق عليها واللي عليها ترافيك مجاني يتخطى ملايين الزيارات شهريا على الموقع ده. الموقع اللي معانا النهاردة هو موقع اسمه جاب دوت كوم. يعتبر موقع من منصات السوشيال ميديا الشبيهة بالفيسبوك، ولكن منتشر قوي وليه رواج كبير جدا في الولايات المتحدة الامريكية، وعليه ترافيك يتخطى 8 مليون زيارة شهريا. تعالوا بقى نركز في النقطة المهمة دي، ان الزوار بتوعه او الترافيك بتاعه 68% من الولايات المتحدة الامريكية. يعني انت بتستهدف جمهور امريكا بنيتش التخسيس او الدايت. خلاص عرفنا الموقع، تعالوا بقى نشوف ازاي هنشتغل عليه. اول حاجة بتعمل تسجيل دخول، ساين اب، يوزر نيم، بريد الكتروني، كلمة مرور، اعادة كلمة المرور، فيريفيكيشن، وبعد كده بتضغط هنا على ساين اب. بعد ما بتسجل في الموقع بتعمل لوج ان وتدخل على حسابك في الموقع زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده، مثال طبق الاصل من الفيسبوك، عبارة عن بوستات، تفاعلات، جروبات، صفحات. زي ما احنا شايفين دي منصة شبيهة جدا بالفيسبوك، ولكن زي ما قلنا
دي مستهدفة للدول الأجنبية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، عشان كده النهاردة هنستهدفها للترويج لمنتجات التسويق بالعمولة بتاعتنا. هنروج ازاي؟ مش هنروج على الهوم او صفحة الهوم دي زي ما احنا شايفين، لا، انا هعمل صفحة او جروب خاص بمنتجات التخسيس او منتجات الصحة البدنية او الهيلث اند فيتنس زي ما هنشوف دلوقتي. كل اللي انت هتعمله هتروح هنا على جروبز اللي قدامنا دي، وبعد كده بتلاقي هنا ايقونة اسمها كرييت نيو جروب، كرييت نيو جروب، تمام؟ بضغط هنا عليها علشان يفتح لك الصفحة بالشكل اللي قدامك ده او الجروب بالشكل اللي قدامك ده. اول حاجة بقى انت هنا بتعمل ايه؟ بتختار صورة للجروب، وبعد كده التايتل او العنوان. نبدأ بالتايتل او العنوان، عنوان الجروب. زي ما احنا قلنا احنا بنستهدف نيتش الهيلث اند فيتنس او التخسيس او الكيتو دايت. انا معرفش اي حاجة عن الكلام ده، اعمل ايه؟ علشان ما تتعبش نفسك هتروح مباشرة على اي موقع من مواقع الشات جي بي تي، وتبدأ تقول له اقترح عليا اسم جروب على موقع jab.com بيتكلم عن الهيلث اند فيتنس، تمام؟ وطبعا اطلب منه باللغة الانجليزية. زي ما انت شايف هنا اقترح عليا سليم فيت جيرني، تمام؟ انا قلت له اقترح عليا خمس اسماء اخرى، المهم جاب لي خمس اسماء. فزي ما احنا شايفين انا هاخد الاسم الاول ده هيلث هيرموني، تمام، ويلنس فيتنس هاب، تمام، وهروح بيها على الموقع بتاعي او الجروب بتاعي واكتب الاسم ده زي ما احنا شايفين. بعد كده بتنزل على الديسكريبشن، هنا طالب وصف للجروب. انا برضو معرفش اكتب وصف ايه، هرجع تاني للشات جي بي تي وباكد الشات جي بي تي المجاني تقدر تستعين بيه. انا هنا مستخدم الشات جي بي تي البريميوم او المدفوع، شات جي بي تي 4، ولكن انت تستخدم الشات جي بي تي المجاني مفيش اي مشكله، هيدي لك نفس النتائج. فهنا بقول له اكتب لي وصف لهذا الجروب باللغه الانجليزيه، فبدا هنا كتب لي وصف عن الجروب مختص بالهيلث اند فيتنس، هاخده كوبي واروح مباشره على الديسكريبشن واعمل لصق زي ما احنا شايفين. بعد كده بننزل على الكاتيجوري، بعدها بتضغط على التصنيف، تبدا هنا تختار التصنيف المناسب ليك وليكن الهيلث نيتش الهيلث اند فيتنس، تمام. وبعد كده بطلع بقى قبل ما انسى اعمل او اختار صوره كفر للجروب بتاعي. هقول لك بتستعين بموقع كانفا الشهير، بتسجل فيه بطريقه مجانيه زي ما احنا شايفين، وبعد كده بتيجي هنا في الشريط تبحث عن الويت لوس، تختار اي ثامنيلز او اي صورة وتبدأ تعدل عليها، تحط هنا صورة او اسم، تعدل اسم الجروب بتاعك، تمام، وبعد كده مشاركة وتبدأ تنزل الصورة بطريقة مجانية بدون اي مشكلة، وترجع تاني ترفعها على الموقع. بعد كده بنزل بقى تحت هنا على كلمة كرييت علشان انشئ الجروب بتاعي على موقع jab.com. خلاص كده احنا انشأنا الجروب بتاعنا على موقع جاب، ولو انت بتشوف الفيديو ده باللغة العربية فانت عندك فرصة لتحقيق ارباح تتخطى $1000 شهريا من اللغة العربية. فوق في حرف الاي هنا هتلاقي قائمة تشغيل بشرح فيهم افضل 8 استراتيجيات لتحقيق ارباح باللغة العربية بلغتك الام اللغة العربية. تقدر تشوف اي استراتيجية مناسبة ليك وان شاء الله تحترفها، وبتمنى لك الخير والتوفيق والنجاح في الربح من اللغة العربية. ونرجع لموضوعنا وشرحنا وبعد انشاء الجروب بتاعنا. خلاص كده احنا انشأنا الجروب بتاعنا، تعالوا بقى نشوف ازاي هنسوق للمنتج بتاعنا اللي احنا اخترناه. علشان ترفع بقى بوست او منشور على موقع جاب او على الجروب بتاعك اللي انت انشأته على موقع جاب، تلاقي هنا علامة القلم زي ما احنا شايفين، جاب، كلمة جاب هنا، بضغط عليها علشان يفتح لي البوست بالشكل اللي قدامك ده. نركز هنا بقى قوي، انت هترفع ايه او هتكتب هنا ايه؟ قدامك طريقة من اتنين. اول طريقة ان انت تعتمد على الشات جي بي تي، مفيش اي مشكلة. هقول ايه للشات جي بي تي؟ هقول له اكتب لي ريفيو عن منتج التيميت كيتو ميل بلان باللغة الانجليزية يستهدف البيع المنتج في الولايات المتحدة الامريكية، اكتب لي 10 ريفيوهات. زي ما انت شايف الشات جي بي تي بيرد عليا ويجيب لي 10 ريفيوهات. انا هاخد كل ريفيو واحد واحد كده، اخده كوبي وابدأ كل مرة ارفع ريفيو واحد عن المنتج، تمام، زي ما احنا شايفين. او الطريقة التانية ان انت تروح على جوجل وتبحث عن ريفيو فور التيميت كيتو ميل بلان، وتبدأ تاخد اي ريفيو من الريفيوهات دي، ولكن حذاري ان انت تاخد قص ولزق، لا، انت ممكن تاخد كده مقطع
وتعمل له اعاده صياغه. تقدر تعمل له اعاده صياغه عن طريق الشات جي بي تي، او اعاده صياغه عن طريق موقع كويل بوت اللي احنا شايفينه ده. هسيب لك كل الروابط موجوده في صندوق الوصف. وليكن مثلا هعمل لاصق للتكست بتاعنا اللي انا اخدته ده وبارا فريز، هيبدا يعمل لي اعاده صياغه للريفيو بتاعي. بخلص اخده كوبي وارجع تاني على موقع جاب واكتبه مكان الريفيو بتاعي الاولاني، وهكذا. خلاص كده احنا خلصنا الجزء الاول من البوست. الجزء الثاني بقى عايزين نعمل كول تو اكشن او كول اوف اكشن علشان نحفز الزائر اللي هيشوف البوست بتاعي على الجروب ان هو يضغط على رابط الافلييت ويروح يشتري من الموقع، وبكده انا احصل على الارباح. انا معرفش اي حاجه، استعين برضو بشات جي بي تي، مفيش اي مشكله. اقول له رايت كول تو اكشن تو باي ذيس برودكت. زي ما احنا شايفين اهو هنا بيقول لي كول تو اكشن، اهو بيتكلم عن تحفيز لشراء المنتج بتاعي. هاخده كوبي وارجع تاني على البوست بتاعي، تمام، وانزل كده واعمل لاصق، واجي هنا احط رابط الافلييت. رابط الافلييت بتاعي هون، رابط الافلييت اللي انا جبته من ديجي ستور قابل لينك ادريس، واروح هنا ممكن احطه عادي هنا مباشرة بدون اي مشكلة. زي ما احنا شايفين مش هيقابلني اي مشكلة لو انا حطيت رابط الافلييت بتاعي. لكن انا هنا بفضل ان احنا نعمل تركاية كده علشان استفيد اكتر بالعميل اللي ممكن يدخل على الرابط بتاعي ده، او العميل يدخل على البوست بتاعي ده. هعمل ايه؟ هحذف رابط الافلييت بتاعي ده عشان ما احطش رابط افلييت مباشر كده. امال هعمل ايه؟ حاجة من اتنين، اما ان انت تحط بريد الكتروني خاص بك، ويفضل بريد الكتروني احترافي كونتاكت او سبورت ات اسم الموقع بتاعك دوت كوم او دوت نت، او ان انت تحط رابط المدونة بتاعتك، رابط المدونة بتاعتك اللي عليها روابط الافلييت من نفس الفكرة. طيب يا يوسف انا معرفش ازاي احصل على بريد الكتروني احترافي او انشئ موقع الكتروني احترافي والكلام ده كله، وكمان اسعار الدومينات واسعار المواقع غالية جدا. هقول لك ما تقلقش، انا معاك خطوة بخطوة. النهاردة انا جايب لك كوبون خصم الحجز دومين دوت كوم بالاسم اللي انت تختاره لمدة سنة بتكلفة 2 جنيه استرليني، او بمعادل 2.5 دولار، او بمعادل 80 جنيه مصري او 100 جنيه مصري. كمان هيكون معاه هدية بريد الكتروني احترافي مجاني لمدة سنة، اللي هو البريد الالكتروني كونتاكت او سبورت او ادمن او اي اسم انت تختاره ات اسم موقعك دوت كوم. طيب علشان نفعل الكوبون اللي هو موجود لفترة محدودة هنعمل ايه؟ هتلاقي رابط في صندوق الوصف علشان يفتح لك الموقع اللي قدامك ده ويفعل لك حجز الدومين بتاعك باقل سعر ممكن، وهو 2 جنيه استرليني. زي ما احنا شايفين اهو دومين دوت كوم ب1.99 جنيه استرليني. كل اللي انا هعمله هاجي هنا واعمل لاصق للدومين اللي انا بدور عليه، وليكن انا اخترت الدومين كيتو دايت فور اول دوت كوم، واشوف هو متاح ولا لا، تمام. بعد كده بضغط على سيرش اشوف متاح ولا لا. زي ما انت شايف هنا اي ام افيلابل. بروسيد تو باسكت بقى تتبع الخطوات لحجز الدومين بتاعك. بروسيد تو باسكت ونركز هنا بقى في الخطوة دي علشان لا تتحمل اي تكاليف اضافية. انت هنا الدومين بتاعك اهو وتكلفته اهي 1.99 جنيه استرليني. ببدأ احذف بقى اي حاجة تانية. نحذف اول حاجة اللي قدامنا دي، واحذف اللي تحت ده، واحذف اللي تحت ده، تمام، واحذف ده كمان. فباقي عندي الدومين بتاعي اهو دومين دوت كوم ب 2 جنيه استرليني. بعد كده اضغط هنا على كرييت ان اكونت علشان بقى ابدا اتبع خطوات حجز الدومين بتاعي وافعله بالبريد الالكتروني واحصل على دومين دوت كوم معاه البريد الالكتروني الاحترافي زي ما انا شارح فوق في حرف الاي. هنا حجزنا الدومين بتاعنا الموقع الاحترافي. نروح مباشرة على بلوجر ونبدا ننشئ مدونة بنفس الاسم اللي احنا اخترناه للدومين، ونضغط عليها على نيكست ونكتب هنا نختار الرابط بتاعنا. مش هيفرق اختيار الرابط هنا لان انا هربطه كده كده بدومين دوت كوم اللي انا حجزته. وبعد كده اضغط هنا على سيف علشان بقى نبدا نربط المدونة بتاعتنا بالدومين بتاعنا دوت كوم اللي احنا عرفنا ازاي نحجزه. وهسيب لك فوق في حرف الاي هنا طريقة ربط المدونة بلوجر بالدومين بتاعك. بعد كده نيو بوست تبدا بقى تكتب هنا ريفيو عن المنتج بتاعك اللي احنا جبناه من شويه اللي هو بيتكلم عن الكيتو دايت زي ما احنا شايفين، وابدا اعمل له اعاده صياغه عن طريق الموقع كويل بوت او عن طريق الشات جي بي تي، وابدا هنا اخده كوبي واروح على البوست بتاعي وابدا
اكتب التدوينة، وفي الاخر احط رابط الافلييت بتاعي اللي انا جبته من موقع ديجي ستور. انا هنا بفضل النقطة ديت ان تاخد الزوار على المدونة بتاعتك، مدونة بلوجر او الموقع الالكتروني بتاعك، علشان تعيد استهدافهم بعد كده، علشان لو ما اشترش النهاردة يشتري بكرة، لو اشترى ممكن يشتري تاني، يشتري منتج تاني ويشتري منتج تالت وهكذا. بعد كده بقى بتبدأ تكرر العملية ديت بمعدل 4 أو 5 بوستات على الجروب بتاعك على موقع jab.com بشكل متكرر بشكل يومي، وتنتظر التفاعلات والزيارات. وطبعا بنستغل الترافيك زي ما قلنا، الترافيك المجاني اللي على الموقع، تكون بس انت نشيط وترفع بوستات كتير على الموقع، وان شاء الله تجي لك الزيارات المجانية، وبعد كده تجيلك الارباح ان شاء الله من شراء المنتجات. وبالتوفيق للجميع. بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ياريت اكون قدرت اوصل لكم الفكرة بطريقة سهلة وبسيطة. بنتظر بس منكم اللايك، اللايك مجاني، واكيد اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك جديد فيديوهاتنا. ولو ليك اي استفسار هنرد عليك ان شاء الله في اسرع وقت ممكن. وبتمنى لكم بالخير والتوفيق للجميع، واشوفكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.